اللهم يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد، اللهم يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد، يا حي يا قيوم يا صمد، أنت في الملكوت واحد. اللهم أنت المنزه يا بديع الخلق عن ولد ووالد. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم يا سابل الستر عندك، اللهم يا سابل الستر عند إحاطة البلاء، اللهم يا منزل الستر من عنان السماء، اللهم ارفع عنا ما حل بنا من وباء وبلاء، اللهم ارفع عنا ما حل بنا من وباء وبلاء. أنت الميسر، أنت المسبب، أنت المسهل، أنت المفرج، أنت المساعد. اللهم فرج بحولك وبقوتك ما نحن فيه يا رب العالمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ جيش مصر وشعب مصر، اللهم اجعلها في ضمانك وأمانك يا رب العالمين. اللهم احرصها بعينك التي لا تنام، اللهم اجعلها في حرزك وفي لطفك وفي فضلك. اللهم أمين يا رب. اللهم احفظنا من مصارع السوء، اللهم احفظنا من مصارع السوء، اللهم تلطف بنا يا أرحم الراحمين، اللهم ادفع عنا المحن، اللهم ادفع عنا البلاء، اللهم ادفع عنا المحن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت. وصل اللهم على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تلطف بمصر يا رب. اللهم أمين يا رب. يا رب يا يتقبل رب من حضرتك يا رب ويسمع ليك ودعواتنا جميعا. والله يا دكتور عبلة، فكرة ان انا بحط الناس دلوقتي في المنطقة الدينية واقربهم من ربنا سبحانه وتعالى، اوقات البلاء دي بتكون يعني مدعان ان احنا نقترب اكتر من ربنا سبحانه وتعالى، ونكون يعني في اوقات احنا في اوقات مباركة سواء رجب او شعبان او ان شاء الله رمضان. هي ده وقت البلاء ووقت الشدة، لازم نرفع كده أيدينا بالدعاء ونطلب منه يقضي حوائجنا ويفرج كروبنا ويرحمنا ويكرمنا، ولا يخزينا بما فعلنا ولا ما فعل السفهاء منا. ربنا يتلطف بينا يا ابني، ده ابتلاء على الأم، ده ابتلاء على الإنسانية كلها. وأنا ما بدهيش بس للأمة، أنا بدها للإنسانية كلها. الإنسانية كلها في محنة، الإنسانية كلها في ابتلاء شديد وفي اختبار شديد. وربنا سبحانه وتعالى بيقول اهو اعملوا بقى اللي انتوا عملتوه وطلعتوا القمر وعارفين ترفعوا عنكم البلاء. ربنا يتلطف بينا، بيقزم الانسان بجبروته، الانسان اللي تجبر، الانسان اللي قتل اخوه الانسان، الانسان اللي ساب اهلنا عالقين ما بين دولتين بينزلوا الميه عشان يروحوا ايه. ده شيء كبير قوي، ده السماء بتهتز لهذا الغضب، السماء بتهتز غضبة على ما يحدث من البشر للبشر. ربنا يخرجنا منها على خير يا ابني يا رب. اللهم امين يا رب، انصرها على مصر كلها بخير. اللهم يا امين يا رب. يا رب يا رب. اللهم امين يا حبيبي. يمكن يا دكتور عبلة احنا طبعا لينا في رسول الله أسوة حسنة، يعني كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأوقات؟ كان يجأر بالدعاء، كان دائما وابدا اللهم اكشف عنا الغمة، كان يقول اللهم اكشف عنا الغمة، ويا لطيف اللهم يا لطيف تلطف بنا، يا لطيف اللهم يا لطيف تلطف بنا. كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر الجميع أن يخرج يبتهل في الطرقات وفي الأماكن المفتوحة، لكن في الوباء قال لنا خليكم في بيوتكم. ولابد يكون عندنا قدر من الاستنارة والفهم، ولا ضرر ولا ضرار، ولازم نعرف أن ده قدر الله. والدنيا دنيا أسباب، ولا يدفع هذا البلاء إلا بإيه؟ بالدعاء. إلا بأسباب. والدعاء، الدعاء ثم الأسباب. نعم. لابد ناخد الأول ندعو إلى الله سبحانه وتعالى ونعرف إحنا موقعنا إيه. إحنا ضعاف قوي يا ابني، إحنا ضعاف قوي قوي، كلنا ضعاف. نعرف في لحظة إن إحنا في أمس الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، وبعدين لازم ناخد بالأسباب، النظافة، وإن إحنا نمتثل لأمر قيادتنا. يعني أما النهاردة كل يوم يعني أحد جلودنا الأبطال يقع في الساحة، نشأ يوجع قوي. أما نلاقي ضباطنا الكبار اللي وقع النهاردة وامبارح واحد تاني، ده شيء كبير قوي. الناس دي بتضحك نفسها، ياريتنا نبقى على مستوى هذه الدماء، يا ريتنا نبقى على مستوى هذا الجيش. يا رب يسلمنا جميعا يا رب، وبشكر وجود حضرتك يا رب، ويتقبل منا ومن حضرتك يعني كل الدعاء.